سيبنا روح ودار مدخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصه تخرج كده تخرج كده تعور الحلوه. ولا ايه يا صاحب الحكمه؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. استريني قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. وانت نعيم اعمل كاسين ليا انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. كانش ينعز يا كبير، بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعالى اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير؟ هاخده بيك ليه؟ وانا محتاج واحد زيك. هو لو مؤاخذة واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالاتي يعمل فيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده انت امك تبقى دعيالك. أضمي ما شافتنيش أصلاً عشان تدعيني. ليه يا أنت وهو؟ هتتعبوا نفسكم وتضربوني؟ أنا ما أعرفش أي حاجة يا جدعان، فارس الجن هو اللي عمل كل حاجة. وبعدين أنتوا مش عارفين أنا مين؟ أنت مين يا واد؟ سيد مسلة. مسلة يا كداب؟ ده كاتبها أقصر مسلة شفتها في حياتي. سيبوه يمشوا. ارمي السلاح وحمار منك روح وامشوا. مش حد من الرجال يهاوب ناحية الفيلا. هتوقف لي كده كتير؟ أنا لو عاوز أخلص عليك هخلص عليك في ثانية، وأنت عارف كده كويس. العوافية زينهم. العوافين يا زوزة اللي ما فيه زيك اتنين. ما تيجي يا بنت أنا وأنت نتفرج على فيلم أحاسيس. يا شيخة ليه؟ بقول لك إيه؟ ما شفتش فارس؟ فارس؟ انت عايز ايه من فارس يا زوزو؟ من امتى في بينك وبينه عمار؟ لا يا اخويا ما خلاص، رجله جات وبقى تبع الكوبانيه. الله 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 الله، يبقى انا كده اديت رسالتي في الحياه. سلاحي سعادتك. سلاح اللي هو بيموت بني ادمين؟ انا ماليش في السكه دي خالص يا باشا. كويس انك بتختار سكه لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس انك بتختار غلط. ما هو يا اما تبقى مننا يا اما هتبقى علينا. ساعتها يبقى الله يرحمنا ويحسن ختامك. اللي مزعلني ان سعادتك مش شايفني صح. الظروف خلتك تشوفني حته عيل حرامي، بس والله العظيم انا طول عمري ماشي في السليم. ربنا وحده يعلم ايه اللي خلاني مد ايدي. عشان تعالج قريبتك مش كده؟ انت مخابرات ولا ايه يا باشا؟ انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. بصراحه يا انا انت عجبتني وخيشت في دماغي على الاخر. انا محتاج رجاله زيك صفحتهم بيضا يشتغلوا معايا. ساعتها بقى مش هتبقى محتاج تكسر عربيه عشان تسرق ساعه ولا موبايل. شكلك وش فقر يالا ولا ايه؟ احنا شبعنا فقر يا فارس. القضيه بعون الله يا باشا، ان شاء الله سهله واختها مش مستاهله. اسكت انت اسمع منه هو. وافق يا فارس، وافق وانت اللي كسبان. هات لي شنطتي يا نعيم. اوامرك يا باشا. باشا قول يا فارس. عشان ايه دول؟ عشانك تدفع منهم حساب المستشفى بتاع قريبتك، تظبط نفسك انت والمسله القصيره دي، ترجعوا لي بقى نبتدي شغلنا. مد ايدك يا فارس وقول لسليم بيه يدوم العز. يا عم انت لسه هتفكر؟ حد يقول العز لا؟ مد ايدك خد الفلوس وبوس على ايد عمك الحاج. يلا ما تكسفوش. ما شفتش كاسك يا فارس. وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا وقلنا
صدقني يرسى على مينا. صراحة احنا داخلين على ايه يا مسلم؟ بعون الله داخلين على خير وعز وهنا عمرنا ما شفناه في حياتنا. بعون الله يا ابن الحشاشه، ياد ما توزناش على الغلط. هذا احنا داخلين سكه مش عارفين اخرها ايه. يعني انت اخويا عارف اخره الفقر اللي احنا فيه ده ايه؟ عايزين نعيش يا عم زي الناس دي ما عايشه. عايزين ناكل احلى اكل وننام على احلى فرش ونصاحب احلى نسوان هشكه في الدنيا. اللي عايزنا نفضل مدفونين في التراب ده. فرصه ما بتجيش غير مره واحده وما ينفعش نضيعها من ايدينا. انت مين ياد اللي سمات مسله؟ عليه نعمة تقلها الشر عند الفراعنة. هذا أنا عارف إن الزمن اللي إحنا فيه ده الحلال بقى حرام شرعا. بس سيبنا قلبها في دماغي. يابا المواضيع دي ما فيهاش قلبها وش قلبها، العالم واصلة قوي، يا إما نبقى معاهم وزيهم يا إما هتبقى نهايتي أنا وأنت يا جن. إمسك. ده نوعه إيه دي؟ زهرة الزهرة ولا الثورة مستمرة؟ لا دي الطرف التالت. لسه الواد الظابط ده ما تهدش يا تهامي. لا لسه. بس ما تقلقش. مفيش حد من القيادات الكبيره مهتم علشان الواد معهوش دليل بجد يقدمه له. هو ده بقى اللي بيفرق علشان يوصل. اتصرف معايا يا اخي. انت منهم. ليك سكه كمان. ما هو ده ملوش سكه. عيل جديد بقى واخضر وعايش في الدور. بس انا حاطه تحت عيني لحد ما لقى له صرف. واحنا برضو من ناحيتنا يا باشا لازم نهدي اللعب الفتره اللي جايه دي. ما ينفعش. بقى لازم تسلم واصحابها مستعجلين عليها قوي. وبعدين يا اخي احنا بقى لنا فتره نايمين. انت شبعت ولا ايه؟ لا باكل اهو. بس ممكن الفتره اللي جايه نخلي بالنا قوي ونعمل نفسنا. متقلقش انا هعمل احتياطاتي كويس. انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت. سليم الوزان على نفسه ضربه الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه. انا عايز اروح. بس وحيات قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما. لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. خد يا عم عيب احنا اخوات. ما شاء الله رجالتك عينيها مليانه. ازيك يا باشا؟ عموم انما ايه الاسلحه دي كلها يا فارس؟ ده المنيو يا باشا. هو ده بس ولا في تشكيله ثانيه؟ لا في اسلحه ثانيه بأطباع التيشيرتات الجديده لسه شراها جديد من خير سعادتك. برافو. سعادتك انا ماشي بمبدا احب ما تعمل حتى تعمل ما تريد. وبعدين احنا جاهزين للشغل ورفعنا شعار ان اردت النجاح تاجر في السلاح. برافو. انا احب الرجاله اللي دمهم حامي على الشغل. بكره اول طلع ليكم انتوا الاثنين. اي حاجه تعملوها هنا انتوا الاثنين مفيش تالت يعرفها. ادينا الثقه بس يا باشا. الرجوله افعال مش كلام. اما نشوف يا فارس هترفع راس سليم بي ولا فلح تتشطر عليا انا بس. ادينا هنجربه. لو طلعت قدها هدلعكم انتوا الاثنين اخر دلع. ان شاء الله نكون عند ظن حسن سعادتك.